اهلا بيكم في يوم جديد من يوم رمضان. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هعمل لكم فطيرة سهلة جدا، فطيرة زعتر اللي هي ممكن ناكلها في اي وقت وفي اي مكان، ممكن تبقى زي العيش شوية، يعني حاجة كده ايه في كل الاوقات، اللي هي فطيرة العشر دقايق او العجينة العشر دقايق. عملناها قبل كده وعملنا فطاير بيها باللحمة، وممكن ان احنا نعملها دلوقتي برضو نفس العجينة 10 دقايق تخلص بسرعة وتقدري تحطي فيها أي حشو عندك. أنا هعمل بقى السهلة خالص أكن كده عيش، وبعد كده نقطعه ونحطه كده في السبت يبقى كأنه إيه عيش بالزعتر. زعتر ده بقى طبعا التحويجة دي شامي، اللي فيها سمسم وفيها التايم التيمو أوريجانو اللي هو الزعتر والأوريجانو. هو في فرق بين الزعتر والأوريجانو تقريبا، بس هما ايه يعني بسيط بسيط خالص، وحبة كمون صغننة خالص وحبة سماء، وانا هحط برضو ازود سماء والسمسم، وهحط بعد كده من فوقها بصل احمر هنحطه بعد كده في المية زي ما بقول لكم، هنشيله ونرميه كده عليه من فوق ني، تمام؟ هنعمله بعد كده البصل الاحمر، هقطع بصلايا واروح مقطعاها كده ني فوقيها. هنبتدي نعمل العجينه بسيطه خالص، هفكركم بيها ان انتوا هتحطوا 5 كوبايات دقيق، ربع كوبايه لبن بودره او بما يعادل 2 كوب لبن عادي، وحبه الميه زي ما انتوا هتقدر العجينه تستخدمها من كوبايه ونص الكوبايتين، وهتحطي فيها معلقتين خميره وحبه ملح وحبه السكر اللي انتوا هتدوبوا فيه الخميره في العجانه بسرعه بسرعه. لو مش بالعجانه هتروحوا عاملين العجينه الاول ب3 كوبايات، وبعد كده بعد ما تخلص خالص تروحي حاطه الكوبايتين دي بعديها في الاخر وتمسحيها بحته زيت بس، وتروحي سايبه العجينه. ممكن تحطيها في الثلاجه، وممكن انك انت في كيس ممكن تفرديها وتلفيها في ورق الزبده، وممكن انك انت تحطيها زي كده برضو عجينه كده وتحطيها في الفريزر، تمام؟ انا عندي العجينه اهي، هي انا عملتها هحطها حاطه فيها حبه بركه وحاطه فيها محلب، وهنحط بقى عليها الزعتر وتبقى حاجه جميله جدا اهي. بالنشابه برضو هنقعد نعملها، وزي ما قلت لكم هنعملها زي طريقة العيش، يعني هي اكيدناها فطيرة عيش اهي بالمنظر ده. هجيب النشابة وهروح ايه زي ما انتوا شايفين كده، عايزة اعملها عجينة رفيعة. طبعا هي دي كده بالنسبة لي عجينة متماسكة سهلة التحضير، مش هتاخد وقت كتير، مش هتقعد ساعة ولا ساعتين، لا نعملينها كده ايه بطريقة سهلة. بالنسبة لي انا عايزة اقول لكم على حاجة، الفطاير دي يعني عيش، يعني هي مفروض ان هي زي العيش، وطبعا ما تخلاش سفرة منها، فاحنا ايه برضو نشكل ما نروحش حاطين العيش طخ ده عيش، لا زوقيه زوقيها وتبقى حلو. وطبعا ما حدش عنده فرصة جميلة غير في رمضان ان هي ايه تتزوق بيها السفرة بتاعتنا اهي سنتي كده، عشان هي طبعا هتنفش، وانا هحطها بطريقة مستديرة مش عايزة فيها اي حاجة تانية خالص. من هنا كمان كده هي هتمط معاكي اهي. انا جايبة الطبق ده بس اهو على قدها بس كده، نروح جايبين السكينة قاطعين بيه الزايدة وهروح رسمها تاني، الرسمة دي جميلة عليه، وهروح حطها في الطبق وهروح حط عليها العجينة بتاعتي. العجينة دي برضو
بتنفش، فانا برضو هحطها زي عجينة الباف باستري، هروح حطاها بالشوكة. ليه بالشوكة؟ عشان ما تاخدش بقى ايه تدويرات غريبة. يعني هي ممكن بتاخد تدويرات غريبة كده اهو، عايزاها تبقى في كل حتة زي بعضيها، دي انا مش عايزاها. طيب انا اروح ايه تاني الطبق كده اهو، بس كده اشكال بقى وايه هحط فيها. طبعا هي لما هتتحط كده انا عايزة اشوفها بس ايه هتبقى شكلها حلو، مش عايزة تبقى شكلها مش لذيذ. نقولها كده هنا تمام كده، هروح حطلها برضو. هي ممكن ما تلزقش في الطبق ده، تمام؟ ده طبق بيخش الفرن، انا عايزة احط لها برضو ورق زبدة علشان ايه ما تبقى سهلة ان هي تتزحلق منه وتتحط، وتقدري انك انت تحط لها طبعا تقطعيها بسرعة وتحطيها في سبت العيش. اهي هتحطي شوية زيت عشان تمسك الورقة وما تتزحلق بسهولة، في النص كده بس. اهي وتروحي حطاها، انا عايزاها بس تكون ايه ماسكة نفسها كويس، فطيرة يعني. اهي بالطريقة دي كده تقدري تتحكمي فيها كويس، وتقدري انك انت تصلحي فيها وتعملي لها شكل متجانس. خلاص كده هنروح ماسكين بقى الشوكة، نجيب شوكة وهنروح ايه شكينها في كل حتة كده. طبعا انا بفكركم ان انا حطيت فيها محلب، وحط فيها حبة بالبركة وحبة ملح وسكر والخميرة، تبقى فطيرة جميلة او عيش جميل. وهنروح حاطين فيه الزعتر الجميل بتاعنا، تحويجة جميلة خالص. هو فيه طبعا هي دقة، ماشي، سميت وبيض ودقة، دي فطير ودقة. خلاص اهي جميلة خالص، وتبقى شكلها حلو حتى وهي ايه معمولة كده. هنروح حاطين الاول بقى عشان تبقى حلوة قوي خالص، السماق، حبة سماق تبقى المزازة بتاعتها كده. شايفين اهو حب، يا دوبك كده حبة صغننة كده في رشة. بعدين هنروح حاطين الزعتر بتاعنا، الدقة بتاعتنا الحلوة اهي، بطريقة ان هي تبقى في حتة متناسب يعني متجانسة، ما تروحيش حاطة هنا كتلة قد كده وهنا لا، هتروحي رشها كده بالطريقة دي. السمسم ما يكونش متحمص، السمسم اهو زي ما انتوا شايفين، وممكن نحط عليها سمسم تاني، حبة سمسم تاني لو عايزين، بس هنا فيها سمسم اهو بالطريقة دي. وهتروحي حاطة حبة رشة سمسم كده، تمام، هيتحمص معاها. وهتروحي حاطة عليها زيت الزيتون كده اهو، طبعا هتبقى مش عايزة اقول لكم الريحة عاملة ازاي. اهي وهنروح انا طبعا عاملة الفرن، هنروح حاطين في الفرن في النص الفرن، وهنعمل بقى البصلة بتاعتها كمان اللي هي في المية، تمام؟ حطها هنا دلوقتي في الفرن كده اهو. بسرعة بسرعة هنروح عاملين ايه بقى؟ عاملين الرشة بتاعت البصل بتاعتنا.
انا عندي بصل مفروم صغير كده احمر عشان يبقى حلو، وهروح حاطه في طاسه، نجيب الطاسه كده نروح مولعه عليها بحبه ميه، مش عايزه حاجه تانية غير ميه اهي. وهروح حط عليها البصل زي ما قلت، بتاخد المزازه بتاعتها والمراره بتاعتها وتكسر اللذاعه بتاعتها، وتروح حاطه هيبقى مسكر بعد كده، وتروحي رشاه كجرنيشن على الفطيره بتاعتها. ادي البصل اهو بس خلاص، وهتصفي الميه بعد كده، وهتروح مرشوش على الفطيره بتاعتنا، وكده تبقى الفطيره نستناها طبعا لما هتكون تخلص نروح رشين عليها البصل. نطلع فاصل ونرجع نعمل معاكم المفاجاه الفظيعه، العصير بتاع النهارده. ما اشوفكم هقول لكم هو ايه.